متى ترجع لنا يا أمس وتمسح دمعنا بالخمس عسى نفرح معك اليوم ونرمي الحزن خلف الشمس متى ترجع لنا يا أمس وتمسح دمعنا بالخمس عسى نفرح معك اليوم ونرمي الحزن خلف الشمس وخلف الشمس كم قصة تمثلها مع الغصة ندور فيها عن حصة من الفرحة وعن فرصة وخلف الشمس كم قصة تمثلها مع الغصة ندور فيها عن حصة من الفرحة وعن صوما مقبولا وإفطارا شهيا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معين يا معين الله يقويكم إن شاء الله. آمين يا رب. ها طمنونا. والله تقريبا هذا آخر عشاء معنا وكذا بنكون خلصنا. ما شاء الله ما شاء الله أحسنت يا صبري ما قصرت والله أحسنت يا صبري. تصدقوا ما أناش مصدق إن الموقع بينور. قد أنا بين أحس إنه عرس. صدقها كمان. انه نحن نتمنى الكهرباء هذه في عدن كمان ساعات طافي ساعتين لاصي كبار السن الاطفال المرضى الناس تموت في عز الحر ولا حد يسمعهم العالم كله تطور اصبحوا نسوا حاجه اسمها كهرباء ونحن ما زلنا نشدب ونندد من شان حلم اسمه الكهرباء اصبح الحلم كابوس نعاني منه اليوم وبكره ولحد هذا الوقت والله مش بس عدن تعاني من مشكله الكهرباء كثير من المناطق والمحافظات وخاصة المحافظات الحارة تعاني من مشكلة الكهرباء أصبحت مشكلة أزلية تقريبا طيب إيش الحل؟ الحل هنا
إذا نورت القلوب بتنور البلاد. وإن أنا وعدكم ونوعدك أبو موسى إنه دقايق وبتولع كل حاجة وبتنور. إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك. إن شاء الله. تذكر يا كاجو لما لطمكني خليكني ضايع أسبوع، لكن الآن جاء دوري. وانت داري ان عندنا كسر الشرف غالي، ها؟ لا اخلاقي ما تسمحش، وبعدها مشتي شو السخي دي. حرام حرام يا معين، الحقد حرام. ده كاجو، كاجو اللي قابلنا البطاريات وقابلنا اللمبات نور حياتنا، الان لازم نكافئه. كاجو يستحق المكافأة. ايوه ها ناصر، أكل اليوم؟ لا لا راح، ممنوع من الطبيب. لا حرام. إذا بكافئه وأنا بدبابين. جبت لك دبابين خصوصا لكاجو. يلا يا حبوب افتحي، افتح لقفك، اشرب اطعم. لا 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 لا، أنا مش ساخب كاجو. هذه الدباكة إيه راي؟ حامي. كاجو شيله بارد. كاجو معك ثلاجة؟ هب لنا ثلاجة. انتم جبناء. اصا اصا لا قوم اطعنك. معه مهله 3 ايام، يومين بس، اني جايب لنا مكان السفينه بنروح من هنا وبنخرج، ولا حرام اني بغير نمط العذاب. بنعذبه كلنا. كلنا لازم نشترك بعذابه، كل واحد يمسك له وصله. ضروري ضروري نتشارك بالاجر. لا 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 صلوا على النبي. ذا العذاب شغلي انا، راعني مستلم هنا 24 ساعة. الله معكم. يلا طلعوا طلعوا، بيولعوا العشاش الان، بيولعوه الان. يلا 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 شباب. الله يا شو دي هي العذاب ذا شغلي. كاجو باي برجع لك. كانكم يا جماعة مساهنين حاجة؟ يا مساهنين متشة ولا مضوذة؟ أيوة أنا تقريبا خلصت. يلا نعد مع بعض لما ثلاثة. يلا واحد اثنين ثلاثة. لمن كل هذه القناديل تضوي؟ لمن وهذه المواويل في العرس تشدو؟ لمن؟ أللأرض عادل هذو يزن، أللأرض عادل هذو يزن، وعاد الزمان وعاد الزمان وعادت عدن. لمن لمن لأجل اليمن، لمن لمن لأجل اليمن. غدار الليل والرحلة طويلة، والحمولة على رأسي ثقيلة، والسفر طال ما باليد حيلة، من فراق المحب والبال حيران، من فراق المحب والبال حيران. غدار الليل والرحلة طويلة، والحمولة على وقعتي وقعة سوداء يا جنى. مش انتي عارفة حاجة عن رضا؟ على أروى. تعالوا يلا تعالوا تعالوا يلا، شوفوا ليش المصايب بتقل علينا. ايش في؟ مالك تصيحين؟ تعالوا شوفوا من داخل العشة.
هذه رضا. رضا؟ رضا طلعت بنت؟ كيف؟ مآفئ؟ ها؟ أنا في حلمه ولا في إلمه؟ هبلي هبلي مايو عشا فوق من مدوخته ما في الأترابو أغرف لهم موج حكك ويا مآفئ؟ أكيد كلكم مستغربين أكيد وتش تعرفوا ليش رضا سوت كذا؟ ليش تخفت بهيئة ولد؟ رضا سوت كذا عشان تحافظ على نفسها وشرفها. رضا بتتكلمي ولا أتكلم أنا؟ روبل أخي روبل تعال روبل تعال أخي روبل 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 يا أبوي ما أكرهك حتى أخيك ماشي أباك ما في كلام ودخلت السجن وبدل ما أهلها عزوتها وسندها يوقفوا معاها اللي حافظت على شرفهم سمعتهم كانوا أول ناس تخلوا عنها والأفظع من كذا أنهم تبروا منها في المحكمة والحاصل اللي وصلها للمكان هذا معانا أنه السجن اللي كانت فيه قصف بس ربي لطف ونقيت وقتها قررت أنها تهاجر من البلد يمكن تلاقي الاحتواء والأهل في بلد ثاني شوفوا يا جماعة أنا عرفت الآن أني غلطت لهذا الشيء أعتذر من رضا وجنان لأنني شككت فيهم لما عرفت أنني غلطت قلت لازم أعتذر ومش عيب أعتذر أمامكم كلكم ولا أنني أكابر على الغلط أنا آسف يا رضا أنا آسف يا جنان أتمنى تقبل اعتذاري أنا مش زعلانة منك يا كمال بالعكس تصرفك هذا دل على أنك شخص محترم وشهم أنا كل اللي أتمناه منك أنك توقف بصف رضا المسكينة أتعذبت وعانت بالسجن وهي الآن خايفة أنها ترجع له بالنسبة لهذا الموضوع لا تقلقوش خلوا هذا الموضوع علي أنا بساعدش أوقف معاش إن شاء الله مش هحاول أني أغلق ليش القضية كمال على فكرة أنت أكثر واحد كانت رضا خايفة منه بحكم أنك ضابط لا 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 تخافش ولا شيء إذا قبلت أنني أكون أخوها تعتبرني أخوها من اليوم أخوها وسند لها دام أني مظلومة أكيد شوقف معها أنا برضو آسف يا رضا واعتذر عن كل حاجة حصلت وأنا من اليوم بعتبرش أختي اللي ما ولدتها أمي وإذا احتجت أي حاجة أنا موجود وأنا كمان يا رضا من اليوم صاعدا اعتبرينا أخلي وأنا والكل وأنا كمان يا رضا اعتبرينا خيك وأي حاجة تشيها أنا موجود أصحاب تهامة رجاله ورجاله حقيقيين خلاص يا جماعة أعتقد كلنا سمعنا قصة رضا واللي فيها بكفيها فيا ريت كلنا نقفل الكلام بموضوعه رضا أنت من اليوم بين أهلك وناسك أنت أختنا ومننا وفينا ولا يمكن نتخلى عنك أبدا مشان كذا أعتبرين أخوك وسندك في أي وقت تحتاجين ما شاء الله ما شاء الله برافو برافو
الكل متأثرين واقتلبوا لها أهل. البنت بتقول لكم إني قتلت الرجال وحرمت من السجن، ويعلم الله إيش من مصائب مخبيها. أروى اسكتي ويكفي لحد هانة، تمام؟ وما بسمح لكش تتكلمي على رضا هكذا وبهذا الطريق الهمجية. رضا يكفيها قهر وعذاب من الحياة اللي عاشتها في السجن، ومش ناقصة أيضا كلام يسمى البدن. يا جماعة، رضا هي اللي أقنعتني أعالج روبل بحكم أني أعرف خالها وأسرتها الكريمة، وهي نفسها اللي خرجتني من الحالة اللي كنت محبوس فيها لأكثر من سنة. اسمعي أنت، إيه احترمي نفسك، عيب، احفظي لسانك ولا تخوضي في أعراض الناس. نحن سمعنا قصتها من باب الأخلاق، أننا نعتبرها أنها صادقة، نحسن الظن فيها. رضا كانت شجاعة، وقفت ضد كل الظروف، تخلوا عنها الجميع، حتى أعز الناس لها تركوها لوحدها، لكنها دافعت على شرفها وما ضعفت. في كثير من الفتيات يستغلوهم المجرمين ويضعفوا لأنهم شافوا صورهم ويهددوهم بها. اسمعي يا بنتي، أنت كنت شجاعة، وإذا أبوك تخلى عنك فأنا بكل فخر أقول لك اعتبرينا أبوك يا بنتي. اسمي يا رضا، من اليوم ذا أني خيتك، وأي حاجة تحتاجيها أنا معك، وأي حد يتكلم بحقك كلام مزخ أنا أسحب لسانه وش أقصه بمقص وش أبتكه بالتاك. أنتي لازم سكتي. سكتي ولا كلمة، وفري كلامش يا أروى. تروحي الآن تعتذري لرضا. يلا مالك؟ أنا أروى بنت الحسب والنسب، أعتذر الأصناف هذه؟ أنا كم مرة قلت ليش لا تصغرينيش قدام الناس؟ كم مرة؟ وليش الزعل هذا بكله؟ عشان خريجة السجون هذا واللي موزعة صورها للي يسوى واللي ما يسوى؟ اسكتي واحفظي لسانش. أروى احفظي لسانش لآخر مرة أكلمش. أنت الآن بتطعني في عهدها وأنا ما بسمح لكش. انفعالك الزايد هذا بيدل إنه في بينك وبينها حاجة. راسي روبل حبيبي، تعال تعال لا تخاف، أنا أخوك كاجو. روبل حبيبي، أنا أمي قبل يموت يوصيني يقول لازم روبل يروح تعليم، أنت لازم يدرس روبل، أنت لازم يروح جامعة، بعدين أنت يصبح إنسان كبير. روبل حبيبي تعال، روبل تعال، روبل حبيبي. روبل هلا صدقه، هذا بيقتلك والله، انا بيقتلك، راح اكذب على امه. ايه اسمع، انتوا عندكم يقولوا الداخل بين الاخوه خسران، مفهوم؟ كاجو نعم اخي. انت هب روبل؟ ايوه روبل. اخبرهم مكان قارب. نعم روبل، ساثبت لك انني احبك اخي. نعم روبل، اذهب اذهب، جيب كمال، روح روح حبيبي.
الحب.